إذا نأخذ هذا المثال عندنا A تساوي 25 مليمتر، خلينا نحولها مباشرة اللي هي شو بتصير؟ بتصير 0.025 متر، مضبوط، بنقسم على 1000 فعندي 1 2 3، بعدين عندي T بتساوي 1 مليمتر اللي هي 0.001 متر، بعدين عندنا E للستيل، للستينلس ستيل بتساوي 210 جيجا باسكال، واخر شيء عندي ميو للمادة هاي بتساوي 0.3. هلا بدنا نلاقي ماكسيمم سترين اللي راح يصير عندي وهذا، بس بدنا نحط ارقام في المعادلة، بس راح احط ارقام في المعادلة، فإذا عوضنا رقمين في المعادلة راح يطلع معي. وخلينا نفحص اللي أنت سألت عنه، انه احنا وين قديش السترين اللي عماله بتكون في هاي الستريس اللي بتكون في هاي المادة. اذا اي تي سي يساوي اي ار سي ويساوي 3، البريشر اللي بدنا نقيسه 1 ميجا باسكال. اذا عوض الارقام هاي موجوده هون، بصير عندي 3 في 1 تايمز 10 تو ذا 6، بعدين عندي اي سكوير وي قديش قلنا هيها 0.025، هاي نربعها، وبعدين عندي مضروبة في 1 ماينس ميو سكوير 1 ماينس 0.09، مضبوط، على 8 0.01 كمان تربيع، وفي 210 تايمز 10 كذا. هلا اذا الحسابات اللي هون صحيحه بيطلع معنا هذا 1015 مايكرو سترين او 115 تايمز 10 تو ذا ماينس 6. هلا نتاكد انه هذا قديش احنا دخلنا، قديش قديش السترين اللي راح يتكون في الماده هاي. احنا بنقول انه اي بتساوي سيجما على ابسلون، مضبوط، إذا سيجما بتساوي E بإبسلون، عندنا هاي 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 10 تو ذا ماينس 6، 210 تايمز 10 تو ذا 9. هلا بصير عندي هاي من هاي بصير عندنا 10 تو ذا ماينس 10 تو ذا 3، مش هيك؟ 13 في 10 و 6. قديش 13؟ 213. 213 في 10 و 6. 6. تمام، هي 213 ميجا باسكال، واحنا قلنا بدنا نتجاوز 350، فاحنا بنقول اوكي. ها هاي حظا، ما بعرف، اول لما حطيت السؤال تاكدت، ما بعرف، ما بتذكرش. على كل حال اتس اوكي. ها فالماده رح نضمن انه الماده رح تضلها في الالاستيك ريجن، رح يضل يجي عليها. طبعا هاي بنرجع مره ثانيه اللي منكم ماخذ ماشينري او ماشين ديزاين، في عندنا طبعا رح يصير فتيك طبعا على هذا. ها عدد السايكلز، بعرفش قديش عدد السايكلز هذا رح يتعرض لها الدايفرام، البريشر بزيد، البريشر بنقص، بزيد البريشر بنقص، فبصير عندكم على الاس ان كيرف. اه خدتوه، بتاخذوه في الماشينري اذا بتكون فتيك عندي في ماده بده يتكون الكراكس. طيب الجزء الثاني بدنا نشوف الديفليكشن، حتى نشوف لو احنا بدنا نركب ال في دي تي او شيء قديش رح تكون، قديش رح تكون الديفليكشن. فهذا مثلا عندي هلا 3 في 1 10 تو ذا 6 باسكال اللي هي P، A to the 4 اللي هي 0.025 للقوة 4 في 1 minus 0.09 على 16، هاي تايم 1 times 10 to the minus 3 بتصير 1 times 10 to the minus 9، مضبوط، في 210 times 10 to the، فبتطلع معنا حسب هاي. حد يتاكد من الرقم، بلاش اكون انا غلطان بالحسابات اللي هون، تاكد من الرقم اللي بيطلع معكم. انا طالع معي هون 0.317 مليمتر، صح؟ مظبوط، اوكي. اذا هاي 0.3 مليمتر ديفليكشن، اللي هو طبعا رقم صغير جدا، احنا بنحكي الرينج كله من 0 ل 1 ميجا باسكال، راح يتحرك هذا من 0 ل 0.3 مليمتر، فبدنا جهاز دقيق جدا حتى يقدر يقيس هذا الديفليكشن اللي موجود.